السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبناء وبناتي طلاب الصف الثالث الثانوي أهلا وسهلا بكم النهاردة يا شباب ده فيديو جديد من فيديوهات قناة مستر محمد ديب النهاردة إن شاء الله يا شباب هنكمل مع بعض قواعد جرامر بتاعة يونت 18 اللي هي التكملة بتاع درس قاعدة إف طبعا الناس اللي هي اتفرجت على درس قاعدة إف إحنا شرحنا الأربع حالات وقسمنا كل حالة في فيديو لوحدها كده وإدينا الأفكار الصعبة وكل جمل المتفوقين الخاصة بالحالة دي فالنهاردة عشان نبدأ نفهم الدرس بتاعنا لازم تكون انت اصلا اتفرجت على قاعدة اف وعارف ايه هي حالات اف الاربعة وكل درس بيتكلم عن ايه النهاردة شباب هنكمل بنقول ان في قاعدة مهمة جدا عندنا اسمها شباب قاعدة انلس طبعا الناس الشاطرة عارفة ان انلس معناها بالعربي اذا لم يعني باختصار هي شباب بتساوي اف نوت هي النفي بتاع اف يعني كلمة انليس شباب عندنا هي النفي بتاع اف بص يا تالتة هي انليس ملهاش قاعدة لوحدها بمعنى ايه؟ بمعنى انليس هي اف بس المعنى يعني نفي بتاع يعني لما جيت قلت اف مضارع ويل هي نفس الموضوع انليس مضارع ويل بس انت بترجم الجملة يبقى انا عايز منك في امتحان لما تلاقي في الاختيارات اف وانليس لازم بالراحة كده تقرا الجملة وتحاول ترجمها بالراحة لما اقول لك مثال يو وونت win the race space you train hard براحة يا شباب وأقول لك في امتحان مثلا إف ولا وين ولا unless لو احنا براحة كده يا سنة تالتة حاولنا نترجم الجملة دي you وونت win the race أنت مش هتكسب السباق انت مش هتكسب السباق. يو ترين هارت انت اتمرنت بجد. طبعا لو انت فكرت في المعنى دي معناها لو ودي معناها اذا لم. انت مش هتكسب السباق اذا لم لو انت ما اتمرنتش يبقى لازم اختار أليس. يبقى لازم الناس تفهم انا أليس في الامتحان هتجيلي ازاي؟ انا كالاول عندي أليس دي مشكله. لما كان في ري رايت كنا نقعد بقى ناخد جمله مثبته او منفيه وندخل أليس او نرجعها لإف فكان الطالب فعلا بيحس الموضوع صعب. انت دلوقتي بالنسبه لك قاعده الريس دي مش مطلوب منك غير ان انت بس تركز ان هي نفي اف في اي جمله في الاختيارات بت... او ما تلاقي في الاختيارات اف أليس تقف ترجم الجمله بالراحه عايز اذا لم يبقى اختار انريس طيب عندي يا شباب قاعده تانية مهمه جدا جدا هناخدها النهارده اسمها شباب ان كيس اوف قاعده مهمه جدا جدا اسمها شباب ان كيس اوف بتساوي حاجه اسمها ان ذا ايفنت اوف يبقى خلي بالك في قاعدتين شبه بعض انها اسمها ان كيس اوف بتساوي حاجه اسمها ان ذا ايفنت اوف بس دي مش شائعه شويه ان كيس اوف معناها في حاله بصوا يا شباب هي ان كيس اوف بتساوي اف يعني ممكن اعتبرها بديل لاف يعني ممكن اي جمله فيها اف اشيلها واحط مكانها ان كيس اوف بس هو بيقول لك دايما عشان تحط ان كيس اوف مكان اف دايما بتكون اف مثبته يعني دايما الشباب جمله اف اللي جايه بعدها تبقى مثبته عارف الحاله الاولى الثانيه الثالثه اي حاله الاف ينفع ان كيس اوف يجي مكان ان كيس اوف يجي مكان او تيجي مكان اف ما الصفريه زي ما قلنا ش... غالبا الصفريه بيجي مكانها وين انما اي حاله حط ان كيس اوف بس هي الفكره ان ان كيس اوف ما بيجيش بعدها جمله كامله يعني ما يجيش بعدها فاعل وبعد كده فعل لا دي بيجي بعدها نون اسم او الجيرند الفيرب بلس اي نجي. يعني ينفع سنه ثالثه اجيب بعدها نون اسم بتاع شباب اسم ده اللي هو مثلا in case of في حاله هيز إلنس مرضه مثلا in case of في حاله مثلا emergency الطوارئ الاي ان جي مثلا in case of coming early في حاله الحضور مبكرا يبقى ينفع in case of تتحط مكان if المثبته بس بيجي بعدها ناون اسم او اي ان جي طبعا خلي بالك الشرح اختلف لان انت الاول كنا بناخد حاجه اسمها ري كنا بنحول يعني كان يجيب لك جمله في امتحان يقول لك مثلا if Uh, she studied hard هي لو كانت ذاكرت بجد كان شي وود pass the exam كان يقول لك في الامتحان بين قوسين انا عايز مكان اف استخدم قاعده in case of طبعا ده الكلام بتاع زمان اللي انت كنت بتستخدم rewrite فكان الطالب طبعا يا جماعه هو فاهم بقى الفكره ماشيه ازاي ان انت مطلوب منك تشيل اف هذا مستر اف دي كانت المفروض تتشال بقول مثلا in case of في حالة بص كان دايما الطلبة بتستسهل ان ING ادي الفيرب ستادي يبقى in case of studying hard في حالة المذاكرة بجد ويكمل الجملة سنة ثالثة she would كذا يبقى in case of studying في حالة المذاكرة in case of في حالة هيز إلنس مرضه in case of كذا يبقى دايما بتيجي in case of مكان اف طيب عندي قاعدة شبهها يا شباب اسمها قاعدة ويز اوت عندي يا ابني حاجة مهمة جدا اسمها وزاويت اوت كلمة يعني بدون بتساوي قاعدة اسمها بات فور يعني لو لا خلي بالك ان دول بيساوي ايه في المنفية يعني ينفعوا يجوا مكان اي جملة ايه منفية اللي هي زي النص مثلا ما النص المنفية بس نفس الكلام ما بيجيش بعدهم جملة كاملة ده بيجي بعدهم ناون او يجي بعدهم الفيرب بلس اي نجي ركز عشان تفهم يا شباب يونت 18 بتكمل لك الشرح بتاع قاعده اف اللي انت خدته قبل كده حاول تفهم بالراحه كل الامثله وتشوف الدنيا ماشيه ازاي احنا بنقول لازم الطالب في ما يفهم الفرق بين الجمله يعني اف وانليس يجي بعدهم جمله كامله جمله كامله يا يعني لا في فيه فاعل وفعل بيقول لك يو انت ترين تتمرن هارت ده كده يا شباب ادي الفاعل وادي الفعل ادي فاعل وادي فعل يبقى دي اسمها جمله كامله لا وز اوت وباد فور ما بيجيش بعدهم جمله كامله برضو يجي بعدهم نون او اي ان جي يجي بعدهم يا شباب نون او اي نجي جي يبقى انا عايز اقول هنا نركز في الكلام لو انا قلت لك مثلا اف هي لو هو مثلا didnt work hard لو ما اشتغلش بجد اه دي جمله منفيه اهي ينفع في الجمله دي اشيل كل الكلام ده بدون ينفع بقى without ايه؟ working hard بدون العمل بجد without working hard بدون العمل بجد او without his hard work بدون عمله الجاد الكلام ده كان صعب امتى بقى؟ لما كان في ريرايت اشتغل بقى تحويلات ويجيب لك اف يقول لك حط بقى اوت او العكس او حط انليس فكان الموضوع صعب. برضو نقدر نقول حكايه ان هم لغوا الفاينز ذا ميستيك ولغوا الكلام ده يا شباب سهل الدنيا شويه. انت دلوقتي كل المطلوب منك ان انت تركز في اللي انا هقول لك ده انت دخلت الامتحان لقيت واحد بيقول لك وود فيل ذا اكزام اي وود فيل ذا اكزام از بيس يور هيلب ركز براحه يا شباب وشوف الدنيا ماشيه ازاي اي وود فيل ذا اكزام از بيس يور هيلب بيقول لك في امتحان اف ولا ان كيس اوف حاجه اسمها unless ولا حاجة اسمها ويز اوت ها الناس الشاطرة بتسمع بقى بروح الفيديو معيش من اللي مليانة وفيها شغل جامد لازم اركز هو انا ايه اللي جاي بعد النقط كلمة يور هيلب ها الناس الشاطرة هل دي جملة كاملة هل دلوقتي في فاعل وفعل لا يور هيلب مساعدتك ده ناون اسم ادام ناون عمري ما اختار يا شباب ولا اف ولا انليس ما دول عايزين جملة كاملة انما ينفع ان كيس اوف اه أو تمشي وز اوت تمشي طبعا في ناس للاسف لما بيسمع الشرح دي مع المثبته ودي مع المنفيه فيتلخبط يقول لك طب ما دي مثبته خلاص انتهت حته مثبته او منفيه انت مالكش من دعوه خلاص انت كل اللي عندك المعنى عندما هما الاثنين بيجي بعدهم نون دي معناها في حاله ودي معناها بدون تجرب انا هفشل في الامتحان في حاله مساعدتك المعنى ما مش ماشي يا لا انا هفشل في الامتحان بدون مساعدتك يبقى اختار كلمه ويز اوت يبقى عايز الناس تفهم انا بقول ايه يا شباب اللي تشوز لي نظام معين لازم افكر ازاي اهو انا دلوقتي جه في الحمام بيقول لك ايه سبيس كامينج ايرلي سبيس كامينج ايرلي هي ويل كاتش ذا باس ها يلا يا شباب ويجيب لك نفس الاختيارات يقول لك اف ولا ان كيس اوف انليس ولا حاجة اسمها ويز اوت ناس الشاطرة بالراحة كده انا عندي كلمة اسمها كامينج ايرلي اي نجي هنا يا شباب مفيش جملة مفيش فاعل انا عندي كامينج ايرلي ده هنا اي جي ده يا شباب ده مش جملة كاملة يبقى ما ينفعش اف ولا انليس اجرب المعنى في حالة الحضور مبكرا هيلحق البص ولا بدون لا في حالة لو هو جه بدري يبقى ان كيس اوف يبقى عايز الناس الشاطره لما ناخد قاعده يبقى فاهم احنا بنقول ايه دلوقتي في قاعده بتقول لي ان في كلمه اسمها ان كيس اوف في حاله بتساوي ان ذا ايفنت اوف دي تنفع تيجي مكان اف بس يجي بعدها ناون او اي ان في عندي يا شباب وز او بات فور بيساوي اف وز او بات فور بيساوي اف المنفيه بس عايزين ناون اي ان جي في الامتحان مطلوب مني انا ابص ايه اللي جاي بعد النقط هل جاي جمله كامله لان لو جاي جمله كامله يبقى انا خلاص بتكلم في اف وان ليس واشوف الفرق بينهم واشوف المعنى لقيت اللي جاي بعد النقط اي ان جي او نون لا مستر ده يور هيلب بمساعدتك ده نون يبقى انا عايز يا اما ان كيس اوف او ويز اوت اترجم المعنى ما دعوه بقى مثبته منفيه اتلغت انت عندك دلوقتي المعنى في حاله مساعد لا بدون مساعدتك يبقى ويز اوت آه يجي مثلا في حاله حضور يبقى ان كيس اوف وتبقى عارف ان بات فور هي هي بالظبط ويز اوت أنا عايز بس الناس تخلي بالها من حاجة إن في عندنا مثلا لما كان بيجيب ويز أوت زمان وكان يقول لك مثلا ويز أوت دكتورز بدون الدكاترة ميني بيبول ناس كتير ميني بيبول ناس كتير وود داي يعني يموتوا كانوا ماتوا وكان يقول لك مثلا استخدم لي اف مثلا أنا عايز أقول للناس بس إحنا عايزك تفهم إن هنا ويز أوت طبعا جاي بعدها ناون هنا ميني بيبول وود داي فأنت بتتكلم في حالة تانية لإن في ود ود يا شباب المصدر دي حالة تانية. أنا عايزك تفهم إن في تركيبة عندنا يا شباب اسمها if it weren't for. if it weren't for دي معناها لولا بدون if it weren't for. دي كأنها بالظبط بتساوي كلمة ويز أوت. يعني if it weren't for doctors لولا الدكاترة. يعني لما يكون الجملة حالة تانية اللي هي فيها ود والمصدر بنختار حاجة اسمها if it weren't for. ولو حد حب يستنصح عليك وقال لك الله ازاي يا شباب ات اللي هي مفرد واخده ورد انا عارف ان ات بتاخد وزن تقول له لا ما احنا عارفين خدنا في الحاله تانية الاف ان اي ضمير هي او شي او ات لازم يكون متفرج على فيديوهات قاعده اف فبتتفرج على الدرس ده لازم يكون متفرج على قاعده اف اف ات ورنت فور لولا الدكاتره يبقى هنا يا شباب ويرنت تنفع مع ات لان دي حاجه مش حقيقيه يعني فاي ضمير ياخد ورد بس انا عايزك لو جالك في في الاختيارات ولقيت جملة حالة تانية مثلا حالة التانية فيها مثلا would pass مثلا ويقول لك if it is base for تبقى عارف ان الحالة التانية if it weren't for لولا ده ما حالة تانية if it weren't for أمال أنا يا لما كان بيجي was out مثلا ويجي بعدها نون أو أي إن جي والناحية التانية يجي وود have وتصريف تالت يعني حالة تالتة بقى ما هي would have دي بانا أنا أعمل ساعتها؟ كان عندي مصطلح اسمه يا شباب if it hadn't been for if it hadn't been for يعني لو لا واجيب بعدها نون اسم يبقى فيها يا شباب حاجه اسمها if it weren't for وحاجه اسمها if it hadn't been for دي في الحاله الثالثه if it hadn't been for يبقى انا عايز دلوقتي قبل ما اقفل واخش على الجزئيه اللي بعديها احنا عندنا يونت 18 من الجرامر الصعب في الثانويه عامه الدرس هو تكمله ليونت 16 16 شرح لك حالات اف الزيرو وقال لك اف مضارع مضارع بريزنت بريزنت الفيرست السكند الثيرد ده كده حالات اف الاربعه وكل واحده باستخداماتها بجملها الصعبه انما هنا هو شغال معاك على بدائل اف فبدانا بانليس اللي هي اف النفي ولازم ملهاش شرح بس في الامتحان في اللي تشوزها ترجم وهنحل تدريبات ان شاء الله بعد ما نخلص الفيديو ده بعد ما نخلص كل بدائل اف هنحل مع بعض تدريبات الشباب على كل جرامر بتاع قاعده اف لازم في امتحان طبعا الثانويه عامة لازم يجي قاعده اف خدنا ان اللي هي اذا لم خدنا ان كيس اوف في حاله ان ذا ايفنت اوف خدنا وذ اوت بات فور وخدنا الفرق بينهم خدنا حاجه اسمها اف ات فور واف بين فيا رب تكون استفدتم من الفيديو دوت ان شاء الله احنا دلوقتي لكم الجزء الثاني من بدائل اف يا رب تستفادوا وتبقى حاجه مفيده والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته